وينضم إلينا مشاهدين الكرام من بغداد عبر السكايب المتحدث باسم عمليات العزم الصلب الكولونيل رايان دالن. كولونيل دالن، مرحبا بك في نشرتنا لهذا اليوم. وبداية هنا، كم من الوقت سنحتاج أو ستحتاج القوات العراقية للانتهاء من تحرير الموصل القديمة وتطهيرها بالكامل؟ نعم، إن قوات مكافحة الإرهاب وصلت إلى مسجد النوري الأمس صباحا في هجوم صباحي، وكذلك وصلت إلى المدينة القديمة. يبقى ربما كيلومترا مربعا من المدينة القديمة وجيب صغير إلى جانب مستشفى. ونحن نعي أيضا أن رئيس الوزراء العبادي صرح نهاية الخلافة، وقد رحب الجميع بهذا الإعلان. ونعرف أيضا أن الإعلان عن تحرير الموصل الكامل سيكون في غضون أيام. طيب، مع قرب انتهاء عمليات تحرير الموصل إن شاء الله، هناك عمل مهم ينتظر القوات العراقية وهو عملية مسك الأرض هنا. برأيكم كيف تقيمون سير هذه العملية هناك، وما هو دوركم فيها؟ دور الائتلاف يكون بتقديم المعلومات الاستخباراتية والقيام بعمليات استطلاع ومراقبة عبر الجو، ونستمر أيضا في تدريب القوات الأمنية العراقية لتكون جاهزة لمواجهة التهديدات التي يشكلها داعش بعد أن يتحول إلى حركة تمرد. ونحن نعرف أيضا أن القوات الأمنية تعمل مع الشرطة، تعرف وتعمل مع قوات الحشد والقوات الأخرى على الأرض لحفظ الأمن، وهي ستفعل ذلك في الموصل أيضا. من الناحية العسكرية كولونيل دالن، برأيكم لمن الأولوية هنا بعد تحرير المدينة القديمة في الموصل وإكمال تحرير الموصل هنا؟ هل هي لتل عفر، أم ستكون وجهتكم الحويجة، أم الشرقاط هنا؟ هذه الأسئلة وهذه المناطق بما فيها الحويجة تعتبر مهمة جدا منذ بداية الحملة للقضاء على داعش. هناك تخطيط، والتخطيط تنفذه الحكومة العراقية ورئيس الوزراء العبادي والقادة في القوات الأمنية بطريقة منتظمة، وبالتالي هم الذين يقررون إلى أي منطقة الانتقال لاحقا، الحويجة أو تل عفر أو غيرها. والائتلاف سيكتفي بدعم الأخوة العراقيين في قتالهم للقضاء على داعش في العراق. طيب، في حال تم اختيار تحرير تل عفر هنا كمنطقة أو وجهة مقبلة، كيف سيكون هنا موقفكم في حال قررت الحكومة العراقية إشراك الحشد الشعبي في معارك تحرير تل عفر؟ نعم، قوات الحشد الشعبي هي جزء من القوات الأمنية العراقية، وفي هذا الإطار هي تستمع إلى أوامر الحكومة العراقية، وبالتالي القرار يعود إلى العراق، إلى الحكومة العراقية. لا نعرف أي منطقة ستأتي لاحقا، الحكومة تقرر مجددا. نبقى في تل عفر هنا، هل لديكم أي تقديرات لعناصر داعش أو لأعداد عناصر داعش هناك في تل عفر؟ وهل تعتقد أيضا سيادة الكولونيل أن الحصار المفروض على المدينة منذ أشهر أضعف قدرات التنظيم هناك؟ ما نعرفه من دون شك هو أن داعش أصبح ضعيفا على كل الأراضي العراقية، رأينا ذلك في الفلوجة والرمادي وتكريت وشرق وغرب الموصل. ولكن ليس لدي تقويم أو تقدير فيما يتعلق بأعداد عناصر داعش في تل عفر. قوات الحشد الشعبي قامت بعمل ممتاز في حصار تل عفر والسيطرة على الأرض في المنطقة المتاخمة
ومجددا يعود إلى الحكومة العراقية أن تقرر ما سيجري لاحقا. هذه المنطقة تحديدا مضبوطة أمنيا، والقوات العراقية هي التي تقوم بها. دعني أنتقل هنا إلى محور آخر، ما هو موقفكم من بقاء القوات التركية في بعشيقة حتى الآن، خاصة بعد قرب انتهاء المعارك في الموصلة؟ نعم، فيما يتعلق ببعشيقة نحن نعتقد أيضا أن كل القوات التي تحارب الإرهاب وداعش في العراق يجب أن تفعل ذلك بدعوة وتوجيه من الحكومة العراقية. هذا موقفنا. نعم، كنت معنا من بغداد عبر السكايب المتحدث باسم عمليات العزم الصلب الكولونيل رايان ديلن، شكرا جزيلا لك.